فيها 3 ديال الغرف، كنطلعوا ليهم بالدريجات. كاين صالون نو سيجور، وكاين المطبخ بلاكور ديالو، وفينيسيون اللي هي ممتازه جدا. وهاد النوع هذا راه كنقصد شنو تنقول، ما كاينش خوه، ما كاينش، قليل وقليل بزاف. هاد النوع هذا هو عباره عن شقه من نوع دوبلكس. بهاد الكلمه دوبلكس كاين السفلي والفوقي ديالو. الناس اللي كتقلب تعرف المعلومات كامله في الاول، كنقول لكم انتظروا، راه غادي نعطي المعلومات كامله، من مساحه، من موقع، من مدينه، في الخم في الوسط ديال الفيديو هنا غادي نفهم المعلومات بتسلسل. الناس اللي كيخليو لي كومونتير كيقول لك فين، راه تبع معنا الفيديو حتى الاخر، غادي تلقاو المعلومات كامله. ده مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في قناتكم افال، اللي مختصه في مجال العقار، كتبت عروض عقاريه، كتقربكم من السوق، كتعرفوا لا فينيسيون ديكورات الفصالات والمواقع، وكذلك الاثمنه. معكم طريق، راه كنقوم بالتصوير والوصف، كنتمنى نكون عند الحسن ديال الظن ديالكم ونوصل لكم المعلومه كما كتبغيوها. كما هو الشأن اليوم في هذا العقار، هذا اللي هو عقار مصنف، علاش؟ لان عقار اللي ما كاينش بحالو بزاف، وقدر نقول لكم بعدا هذا واحد اللي قمنا بالتصوير ديالو، ما كنلقاوش بحالو، وكنتمناو زعما في السوق اننا نلقاو، لان الناس كتطلب بحال هذا النوع هذا ديال العقار، اللي هما شقق من نوع الدوبلكس. كتلقى السفلي كولو ريسبسيون مفتوح كما كتشاهدوا، تلقى فيهم صالونات كبار، سيجور ولا دوبل صالون، دوبل صالون، كتلقى فيه مثلا شي ديكور ولا شي زخرفه. المساحه ديال هذا العقار هذا هي 80 متر في الطابق الارضي و80 متر في الطابق الفوقاني، وكاين قاسم لجوج ديال الصالونات ولا صالون سيجور في الطابق الارضي، ونزيدوا عليه واحد المطبخ بلاكور ديالو، وكاين واحد الطواليت والحمام والدوش ديالها. شي دوبلكس اللي هو محلول بالنسبه لل ريسبسيون ولا الصالونات محلولين، جايين داك الديو الدروج بالاينوكس وبال بالرخام الكحل والليد في الارض، رائع. بالنسبه هنا كنهضروا على المدينه ديال مكناس، ومن هنا كنبغي نرحب بجميع الناس اللي كيشاهدونا من المدن الاخرين، وكنقول لكم راه مازال غادي نحطوا عروض عقاريه تقريبا في بزاف ديال المدن في هذا العام هذا ان شاء الله ديال 2022. بالنسبه للبلاصه فين كيتواجد الدوبلكس بالضبط، هو على مقربه من الشارع محمد السادس بمدينه مكناس، على مقربه من الحي ديال بلاق، على مقربه من الحي ديال كاميليا اتجاه المنصور، وكذلك حي الشرف. هادو هما لي بيريمتر فين كاين، وهاد الحي هذا فين كيتواجد راه في قلب المدينه ديال مكناس. بالنسبه للعماره فين كاين، راه عندك البلاصه فين دير السياره ديالك، اي بمعنى اخر كاين السوسول، كاين لاسونسور الا بغيتي تطلع للسطح باش تنشر الحويجات الا ما كفاش لاكور ممكن الانسان يطلع، كاين لاسونسور، كاين الدار ديال الكونسييرج، وخلاص العماره كتدخل في اطار ديال السير ديال الاتحاد الملاكين ديال العماره ولا السانديك. كذلك عماره اللي جايه الواجهه ديالها واجهه اللي هي نقيه وجديده، بالنسبه للثمن ندوي دابا على الثمن، الثمن هو 500 و 740 الف درهم، اي 74 مليون. وهذا الثمن راه ممكن كما اكدوا لاصحاب العقار ممكن يكون هناك نقاش فيه، راه ماشي بريفيكس، ثمن اللي هو قابل للتفاوض والنقاش. اي واحد احتاج باش يشوف هاد العقار عن كتب ولا عن قرب، ما عليه الى الاتصال او التواصل، الارقام ديالنا هي راه كتبان لكم اسفل الفيديو، كاين النمره ديال الفيكس والنماري ديال البورتاب، فنحن راه الخدمه ديالكم.
فاش كنطلعوا الفوق كنلقاو الغرفه ديال الوالدين. انتم غادي تشوفوا الغرفه ديال الوالدين فيها الدريسينغ ديالها، راه ما صلحناش نصوروها حيت فيها الحوايج ديال الناس، الدار عامره فيها الدريسينغ، فيها كذلك بلاكا فيها الحمام ديالها، وفيها وخلاص وهي غرفه اللي كبيره. الغرفه ديال الوليدات كذلك بالبلاكار، وكتبقاو هذه الغرفه اللي ممكن الانسان كذلك يزيد فيها بلاكار، وكاين طواليت وبلافابو ديالها كاينين في الفوق في الطبق الفوقاني. وكما كنعاودها وناكد عليها، الغرفه ديال الوالدين راه فيها حمام واحد اخر. هذا هو الشرح ديال العقار. نقدر نزيد حاجه اخرى، الا كان عندكم شي عقار وبغيتوا تحطوه في البيع، مثلا ارض فلاحيه ولا ارض قابله للبناء ولا شي فيلا ولا فيرما، فنحن راه للخدمه ديالكم جميعا اجل العمل على العقار وعلى البيع ديال العقار ديالكم بطريقه اللي مهنيه وحتى احترافيه. هذا اللي كاين، كنقول لكم السلام عليكم وفي عقار مقبل مع افائل ان شاء الله.